خلاص اللي ببدأ فيها سنسي. اوكي سي عندك انسي برضو تمشي كل شيء يمشي. هيا مرا كل مكان الآن صاروا حتى يبيعوها في المحلات يا بنات شوي ويبيعوها في محلات الشاورما. صارت في كل مكان. اسمه قناة تدريب مكياج تلاقيه في كل مكان. اوكي يلا راح ارسم بهذه الفرشة خلاص اللي هي انا قصتها ومطبقة عليها من زمان كل الدروس. خلاص راح ابدأ بنات شعرات اليوم المزاج رايق راح ابدأ لكم شعرات على طول ما راح ارسم خطوط. اوكي انتي صعب عليك تسوي شعرات مزاجك مو رايق لا تسوي. دورت عليها ويا ماكو. انت شكلك من العراق يا عمري. بنات اللي في العراق من وين حصلتوا على هذا الشيء اكتبوا لبعض. للأمانة يا بنات انا ماني يعني ما ادري انا اتكلم عن السعودية مثلا عندنا موجود في كل المواقع وكمان صار في محلات التجميل. افضل مزيل مكياج جربته الزيت يا حبيبتي. انا ما احب مزيلات الميك اب يا بنات ولا استخدمها ابدا. الزيت والفازلين انا هذا اللي ازيل في الميك اب. خلاص قايلة لكم مدخل الطبخ في كل مشاريع حياتي. خلاص ولو انت فاشلة في المطبخ على الاقل استخدمي منتجات المطبخ على وجهك عشان ايش تحللي اللي هو ايش اللي يندفع في اغراض المطبخ. موجود في تركيا كمان انا جبت منها بس لسه ما شربتها. تمام انا هذا اللي اقوله انه يا ليت تفيدوا بعض من جد لانه انتو الادرى يعني. خلاص انتو سولفوا وانا ارسم. شفتوها موجود في بغداد مول المنصور. بنات العراق موجود في بغداد مول المنصور. ترى من جد انا اتكلم يعني انا اخذتها وضحكت وانا اقولها. انا حقيقه والله ما استخدم مزيل يا بنات الميك اب ابدا. بالزيت امسح. خلاص زيت جونسون عندك زيت عافيه والله زيت زيتون امسح باي زيت. في النهاية أنا حمسح على طول حاغسل وجهي يعني. فما تجيني واحدة تقول لي طلع لي حبوب ترى ما يلحق يعني ما تعطيني انتي فرصة حتى يتنفس. خلاص أنا كذا عجبني الحاجب اليوم يعني بحاول إنه حاجب طبيعي. هذه حاجب واحدة ربي هاديها ما هي حابة تعجب في حواجبها يعني تاركة حواجبها على الطبيعة. منظر قليل جدا إن احنا نشوفه بس الحمد لله لسه الدنيا في خير. أنا يعني بسوي لكم البث هذا عشان تحس إنه لسه الدنيا في خير وفي ناس في بنات الى الان مخلين حواجبهم كما هي. الزيت ما احطه اللي هو لون تقريبا بني هذا. خلاص باخذه شويه تكه مره بسيطه خلاص وراح احطه على كامل الجفن. يلا ركزوا معي في الدرس. خلاص بعدين نسولف على القناع. تمام يا بنات وزي ما قلت انا ماخذه طبعا فرشه دمج مناسبه لحجم العين اللي اشتغل عليها. حلو وصلي تحت الحجب ما في مشاكل اذا كان لونه خفيف. اوكي هذا اللون شوفوا بس بغير شوي الفرشه. تمام باخذ هذا اللون اللي هو على بني محمر. تمام خلاص باخذ معه زياده لون بني من العلبه الثانيه اللي هي هذه اللي هي برضو سنسي. اوكي باخذ هذا البني يعني اشكل الاثنين مع بعض. خلاص بس بأنفض وراح أحاول وين أركزوا يا بنات هنا عند الكاتكريس. أوكي طفي المسكرة بنظفها بس زي ما قلت لكم حطي في القطنة وخليها كذا القطنة على عينك. خلاص بعد شوي يعني دقيقة كذا بعدين امسحي بشويش. طبعا بنات مو تسحبي تجري اللي هي رموشك كلها طالعه في الفرشه في
في القطنة، لا يعني شوي شوي على عينك. أوكي، أخذت اللون الفاتح وبدرج هنا فوق. جب. راح أخذ هذا اللون لأنه هو تقريبا نفس اللون اللي في اللوك، تقريبا المكان هذا اللي هنا خلاص، يعني زي مسوي الأيلاينر المدموج يا بنات اللي احنا قلنا مليون مرة مشروح عندي، اللي هو عبارة أسوي خط كأني مسوي خط للأيلاينر، بعد كذا أبدأ أطلع منه نفس الآي شادو زي كذا أسحب على جوا. أوكي، درس الفرش كامل، أنا جايبة لكم درس الفرش كامل خلاص. شوفوا هذه القناة، يعني مو على السريع، على البطيء البطيء، كله موجود في قناتي. هذه الفرشة قلت لكم اللي هي فرشة حواجب، خلاص هذه فرشة حواجب يا بنات، هذه فرشة رسم حواجب، بس أنا أحب أستخدمها إذا سويت الأيلينر المدموج. تمام، هنا طبعا أنا ما أبغاها حتكون زي كذا، ما أبغاها، فبس بموهها بشكل سريع كذا. أوكي، طبعا الفرشة ما أخذت فيها لون، قاعدة بس أموه نفس الشادو اللي أنا حطيته. يس، استمري لما تندمج، مو خلاص وقفت وجهك تقفلي وخلاص تزعلي، لا يا حبيبتي، يعني ما في مجال للزعل في الميك اب. اوكي، اجيب فرشه مضغوطه اللي هي عليها ظروف. هذه الفرشه خلاص باخذ من هذه الالوان الخضراء. اوكي، هذا بلت اللورا الاخضر هذا، والله اني محتاره. المهم كل الامور تؤدي الى روما. خلاص باخذ هذا الاخضر خلاص، واجي اسوي فيه زي الكاتكريس يا بنات. شوفوا، لا ما تشوفه لأنه ما سوى معي شيء. خلينا على الأخضر، على الأسود. أوكي، راح أسوي بالأسود، شايفين؟ فما تنصرعي أنت إني يعني كيف سويت كاتكريس باللون الأسود، عادي هو مو دايما الكاتكريس بالكونسيلر أو بالفونديشن. حبيت فيكي روحك الحلوة، يحبك ربي يا رب. كيف بدي أتعلم دمج الألوان؟ ادخلي على القناة عندي يا عمري، تتعلمي مو بس دمج الألوان، حتى العصاير بتصير فيها فنانة. خلاص حتصيري تخترعي كوكتيل مدري من وين، اللي يشربوا ما راح يطلبوا منك مرة ثانية، بس أوكي استمري ولا عليكي، ما عليك من أعداء النجاح. خلاص يا بنات، أنا قاعدة أشتغل الآن بلون أسود. أوكي، ليش حطيت لون أسود غامق؟ يلا الشطرة اللي تجاوبني من الدروس اللي فاتت. وبدأت اني صرت افتح لكم لايف وكذا، فان شاء الله حاجة يعني بتخفف، حاجة تخفف عليكم. عشان اللون يطلع، برافو يا سلام، لا يمشي مع العين البطمة المبطنة، قصدك هي البطمة. اي والله من كثر ما نقول مبطن مبطن بتصير في يوم من الايام بطمة، معقداكم العيون المبطنة يا بنات. والله انها احلى عيون، بس انا ما اعرف انتوا ايش فيكم، الله يهديكم، حاطين حطتكم وحطتها. خلاص يلا شوفوا، حطينا كل اللي انا اسويه يلبق على عيون البطمة. هذيك جسمها كان دنيا بطمة. شكلك من المغرب. هلا غلا، يسعد مساك يا حبيبتي. خلاص يا بنات، فزي ما قلت انتم مشكلتكم في العيون المبطنه ما اعرف ايش هي، كل ما سويت لوك قالوا لي ينفع للعيون المبطنه، والبنات اغلبهم يقعد حزين تقول لك ما ينفع، ما على كيفكم، على كيفكم تنفعوا الشيء وتشيلوا الشيء، ليش ليش؟ كل شيء ينفع، كل شيء ينفع، العيون البطمه والعيون ننسى اجرهم. المشكلة بس ايش قلنا لكم مليون مرة، العيون البطمة يبغى لها اي لاينر بس يكون مدموج، بس هذا هو كل شيء يا حبيبتي سويه، ايش ما يخطر في بالك سويه. اوكي، ما يعني ما ادري ايش اقول، ما تصعب الامور على حالك، ما تصعب الامور على نفسكم. اوكي، حدمج في الغامق لو في الزاوية، هذا لوك يصغر في عيوني حسب طريقتك يا روحي. الله يسعدك يا ربي، مرة شكرا على الورطة. خلاص
شوفوا أخذت هذا اللون خلاص، ببدأ الآن أدمج هنا. تمام يا بنات، هنا الدمج بيكون. هل الألوان الفاقعة نحطها في وسط العين؟ مش ويا زمان في الآخر، مش زي زمان قصدك. شوفي، هي الألوان الفاقعة يا عمري تحطيها في أي مكان دلوقتي، زي ما أنت شايفة الزمن كله فاقع، فحطوا الألوان الفاقعة في أي مكان يا بنات يمشي. كل حاجة تغيرت، ما في شيء زي أول، فحرفيا حطي أي حاجة تبغيها في أي مكان الآن صار يمشي خلاص، ما يعني ما حتى الناس ما تستغرب أصلا. والله خلاص باخد تكة يا بنات أسود، تكة بسيطة أوكي في الفرشة. بدنا ميك اب العيون مبطنة عم نعاني، خاصة اي لاينر. بنات اللي معي في اللايف جاوبوها، جاوبوها انتوا، انا قاعدة احاول اتمالك الاعصاب شوي. بنات بس انا والله بدعي دعوة، يعني قولوا يا رب ان الله يرزقني يا رب ما اتمناه، عدد ما اسوي لكم دروس على العيون المبطنة، وعدد ما اتكلم على العيون المبطنة يا رب. هذا اللي ابغاه، يعني بتهيب اكون مليونيره خلاص. حاضر يا روحي، هذا اللوك للعيون المبطنه، سويه حتطلع عيونك تجنن. كل يا بنات كل الدروس اللي انا اسويها للعيون المبطنه، ترى احنا 90% يعني كم بقول عشان ما تزعلي، 99% خلاص، 1% هذا فرد مش معتبر يعني مو محسوب. 99% عيون مبطنه، معناته كل الدروس اللي انا قاعد اعطيكم هي للمبطنه، فخلص سويها. أي درس يخطر على بالك سوي زي كيف حزر فزر، الدرس اللي توقف عليه الشاشة سويه وانت مغمضة، بس يا عمري بس يا حياتي. خلاص خلاص، هي مسوية طبعا لها بوزة. عندي درس تغطية تاتو الحواجب، ارجعي له في قناتي في اليوتيوب، هذه القناة. خلاص بنات، اللي هو بحط شوي من هذا خلاص. تكة أسود وأبدأ بس هنا، بدرج هنا شوي عشان ما أبغى الحدود تكون واضحة. تمام، بعدين هي مسوية يا بنات آيلاينر أسود بالآي شادو كمان. أوكي عليك الموضوع. أوكي، هي مسوية لها زاوية أو بوزة، ومسوية الخط حق الآيلاينر عريض. تمام، فأنا راح أسوي بالضبط نفس ما هي مسوية في اللوك، إن عيونك مبطنة. بس هذه الحاجة الوحيدة اللي ما تسويها، إنه ما تعرضي الآيلاينر فوق خط رموشك، أوكي؟ اللي هو هذه الحركة اللي أنا سويتها الآن، لا ما تسويها أنتي. ليه؟ لأنه بتزيد يعني بتزيد التبطين، أوكي بنات؟ تمنحيها لنفسك، هي اللي بتخليكي تنجزي. بنات ما تتوتروا أبداً، إذا أنتي واثقة من نفسك خلاص توكل على الله. خلاص بنات شوفوا، راح امشي مع خط الاي شادو اللي انا مسويته، اوكي اللي هو يعني هذه الحدود حقتي. خلاص، ايلاينر ابيض حطت جوا عينها، ايلاينر ابيض او قلم ابيض. تمام، بعدين حطت فوق القلم الابيض اي شادو اخضر، وانا قلت لكم مسميها حتى هذا الدرس كيف تعمي نفسك في دقيقه. يعني من باب المزاح، اوكي. بس هو اي شادو للامان انا سويتها تاثر يا بنات على العين، مهما كنت حريصه تاثر على العين. تمام، شوفوا بنات بامسح وانظف. تمام، نفس اللي حطيته فوق خلاص، هي حطت تحت عينها هنا. باخذ اللون بس الاسود شوي. تمام، وراح اسوي لها بوزه. قلنا البوزه تمشي مع خط حواجب، خط حواجبك. معلش من كثر ما اتكلم على الحواجب، تمشي مع خط الرموش اللي فوق. تمام، وخط الرموش اللي تحت، هذا هو. وش تحطي فيها لون للتنظيف؟ بدون لون، لا بدون لون يا حبيبتي بنات، الفرشة بدون لون. انا قلت لكم دائما لما ابغى ادمج اختار فرشة نظيفة، اوكي، ويا بس اني اخفف اللون. ومثل ما انتم شايفين كل ما حركت عليه كل ما خف اللون، عشان كذا في بعض البنات تسوي هذه الحركة وتقعد رايحة جاية رايحة، تقعد مستمرة مستمرة. الله معاها الله معاها. عاشوا عاشوا.